جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأكيد على أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل. وفي تغريدة له على تويتر أشار جونسون إلى أن لندن بتوقيعه على وثيقة الخروج من الاتحاد الأوروبي ستستعيد السيطرة على قوانينها. وتأتي تلك التصريحات وسط تسريبات لوثائق حكومية رسمت سيناريوهات صعبة لمستقبل البلاد بعد البريكزيت.